للتعليق ينضم لنا هاتفيا المستشار علي الأحمد الكاتب والمحلل السياسي السوري. أرحب بك سعادة المستشار. ولكم كل الترحيب بكم وبكل مستمعيكم ومشاهديكم الكرام. أهلا بك. إذا لدينا عقوبات اقتصادية أولية من الجانب الأمريكي، وأيضا لدينا ضغوط أوروبية على الأتراك لدحضهم ولإبعادهم عن الأراضي السورية لمواجهة هذا العدوان على الأراضي السورية. بداية سيادة المستشار، كيف تقيمون هذا الوضع؟ من الواضح أن كل المجموعة التي في يوم من الأيام سمت نفسها أصدقاء سوريا وكانت متحالفة فيما بينها لتفتيت الدولة السورية، الآن بدأ التباين فيما بينها وبدأت العلاقات في بينها وصلت إلى حد التناقض. نجد هذا التناقض بين الموقف الأوروبي وتركيا. تركيا كانت هي المعبر والمكان لتدريب الإرهابيين الذين دخلوا إلى سوريا، وخاصة الإرهابيين الأجانب والعديد من الإرهابيين السوريين الذي تدرب على الأرض التركية. فبالتالي الآن نجد أن هناك تناقض ويصل إلى حد الخصومة، على الرغم من أننا حتى هذه اللحظة نعتقد أن هناك شبكة مصالح فيما بين التركي والأوروبي، وكذلك الأمر مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تصل إلى حد الاصطدام المباشر فيما بينهم، ولكن من الواضح أنه هناك اختلاف وتناقض في المواقف لا نعرف إلى أين يمكن أن يؤدي. ولكن ما نعرفه وما نتمسك به هو حق الدولة السورية وحق الشعب السوري في الدفاع عن نفسه وعن أرضه بغض النظر عن من هو المعتدي. نحن لا نتمنى على الإطلاق أن يكون لدينا جار هناك خصومة فيما بيننا وبينه، على العكس تماما، نتمنى ألا يكون هناك خصومة بل أن يكون هناك علاقات وأن يكون هناك تعاون، وخاصة أن الجار التركي يفترض أن يكون هو الجار الأمثل باعتبار الحدود فيما بيننا وبينه حدود كبيرة جدا، وهناك حتى علاقات عائلية وأسروية كان يفترض ألا تسمح لتركيا بل أن تردعه عن اتخاذ تلك المواقف التي أدت إلى ما أدت إليه. أما اليوم نجد يعني فيما يتعلق بدعم الإرهاب في سوريا وسرقة مصانع سورية وخيرات سورية، الآن حقيقة هذا العدوان التركي على الأرض السورية هو لكن لدينا تصريحات تخرج من الجانب الأوروبي. سعادة المستشار، تصريحات تخرج من الجانب الأوروبي تتحدث عن أهمية ووجوبية قيام الدولة السورية بحماية حدودها وأن تقوم بهذا الدور. يتواكب ذلك مع تصريحات للرئيس بشار الأسد بأنه سيرد بكل قوة بكافة الوسائل بين قوسين المشروعة. ما هي هذه الوسائل المشروعة وما هي الإمكانيات المتاحة لذلك؟ القانون الدولي يسمح لك بأن تدافع عن أرضك بكل الوسائل الموجودة لديك، وإن كانت هذه الوسائل هي دبلوماسية أم عسكرية أم سياسية أم اقتصادية. ما هو المتاح؟ المتاح واضح أنه الجيش العربي السوري بدأ ينتشر في مناطق كثيرة حدودية بيننا وبين تركيا. نحن لا نتمنى أن يكون هناك اصطداما بيننا وبين الجيش التركي، ولكن هو موجود على الأرض السورية وهو في حالة عدوان، فإذا كان لابد من اصطدام سوف يكون ذلك، ولكن هذا الأمر لا يتمناه أحد، لأنه طبيعة الحرب في لا تخدم أي أحد على الإطلاق. وهنا يأتي دور الأصدقاء المشتركون، وتحديدا هنا يأتي الدور الروسي يلعب دورا كبيرا حتى لا يكون هناك أي اصطدام. بأي حال من واجب ومن حق الدولة السورية أن تستخدم أدواتها، وهذا الأمر بدأت بفعله، ونحن نشاهد أن الجيش السوري بدأ يتموضع في أماكن كثيرة أو في أماكن متعددة هذه اللحظة كثيرة كان الجيش التركي يتواجد فيها. إذا لم يكن الجيش التركي فمناصروه أو الذين يتبعون له، إن كان عناصر من جبهة النصرة أو من غيرهم،
مباشره. لأن التصريحات تأتي تطرى من كل دول العالم تقريبا لدعم الدولة السورية والموقف السوري، إلى أي مدى يستطيع الرئيس بشار الأسد بناء واصطفاف داخلي مدعوم بهذه القوى الخارجية لمواجهة هذا العدوان التركي؟ لاحظ معي صديقي أنه في أسوأ وفي أقصى الحالات التي كانت فيها الدولة السورية كان الموقف السوري منسجم مع نفس التصريحات، أنا أتحدث عن عام 2012 و2013 و2014، فكيف بنا الآن بعد أن تمكنت الدولة السورية من استعادة معظم أراضيها وتمكنت من استعادة جزء كبير من عافيتها؟ فبالتالي هذا سؤالك في مكانه وهو سؤال دقيق. نعم هي تستفيد ويجب عليها أن تستفيد من شبه إجماع غربي وإجماع حقيقي شرقي ومشرقي حول دعم الدولة السورية. وهنا الإجماع الغربي بدأ بعد أن كانت كل هذه الدول التي اليوم نسمع أصواتها كانت في مواجهة الدولة السورية وتعتبر أنها يعني تريد القطع لهذه الدولة. فبالتالي لا، الآن الوضع مختلف تماما. والآن حقيقة اتضحت الصورة. الدولة أشكرك. السورية على صحة مواقفها في هذه. شكرا جزيلا المستشار علي الأحمد الكاتب والمحلل السياسي السوري، كنت معي عبر الهاتف من دمشق.